فقلت فقدنا مواطن كبير سياسي متميز جمعوي رجل المواقف الصعبة وصاحب يعني المسار الطويل السياسي، وفي الحقيقة وكما يعلم الجميع كذلك صاحب المسار الجدي، تميز في كل محطة من المحطات اللي عمل فيها بالبصمات اللي خلف وراه، وكلها بصمات اللي غادي يذكروها المغاربة عليه بخير إن شاء الله. الله يرحمه ويوسع عليه، ونتمناه من الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء والبلاء والوباء والوباء على جميع المغاربة، وإن شاء الله نشوفهم كلهم بخير وبصحة وسلامة. عبد الإله البوزيدي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، منسق جهة الرباط. افتقدنا اليوم رمز من رموز الوطنية، ووطني كبير وغيور ليس فقط لحزب الاستقلال ولكن للوطن ككل، أولا لتاريخه ولكفاحه ولنضاله ولتشبته بثوابت الوطن ولعطاءاته الكبرى، سواء أيام الطلبة أو في الشبيبة أو كذلك في العمل البرلماني وفي العمل الدبلوماسي وفي العمل السياسي. إذا لا يمكن أن نقول اليوم إلا ما قال رسول الله: العين تدمع والقلب يخشع ولا راد لقضاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف منذ 69 وكنا تقريبا دائما في المراحل الأولى مع بعض وأثناء الدراسة ديال الجامعية، ولكن أولا وقبل كل شيء فالسي محمد الوفا هو رجل دولة ومناضل كبير في إطار حزب الاستقلال اللي مر من الشبيبة الاستقلالية، وكذلك كرئاسة بطبيعة الحال كاتب العام، وكذلك اللجنة التنفيذية والبرلمان اللي كان فيه ثلاثة ديال المراحل وفي البرلمان، ثم بعد ذلك صفته صاحب الجلالة كسفير للهند ولإيران وللبرازيل في ثلاثة المراحل، وإضافة إلى هذا أصبح وزيرا في حكومة الأستاذ بن كيران، وكان وزير تعليم في المرحلة الأولى ثم هذا العام للحكومة. وفي الحقيقة هذا فقد صعب وكبير بالنسبة إلينا جميعا وبالنسبة للمغرب، ولكن لا مرد لقضاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. علا المهنين، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال وعضو المكتب الإقليمي للحزب بمدينة الرباط. وفاة ديال السي محمد الوفا الله يرحمه ما كيمكن نقولوا فيها إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. السي محمد الوفا أكيد أنه رجل دولة بامتياز. السي محمد الوفا كان مدرسة وطنية داخل حزب الاستقلال، تلقينا على يديه العديد من الأشياء حينما كان كاتبا عاما للشبيبة الاستقلالية. قدم الشيء الكثير لوطنه، وهو يمثل المغرب كسفير مجموعة من الدول، أيضا أعطى الشيء الكثير للوطن حينما كان رئيسا لبلدية مراكش، وحينما كان وزيرا، وحينما كان مسؤولا في الشبيبة ومسؤولا في قيادة الحزب. باختصار، السي محمد الوفا مفرد بصيغة الجمع. السي محمد الوفا أخلاق رفيعة، السي محمد الوفا واحد التواضع، ويتميز بجرأة أقل لا نظيرها. السي محمد الوفا عملة نادرة كرجل مسؤول يمارس المسؤولية بمسؤولية وبجرأة بدون خوف وبدون تردد. كان دائما يضع رحمه الله مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ولذلك احنا اليوم العزاء ديالنا ماشي فقط لينا بوحدنا كاستقلاليين، العزاء ديالنا للعائلة الصغيرة ديالو، للأصدقاء، للمحبين، للعارفين به، الله يرحمه والله يرحم جميع من فقدناهم
من رجالات هذا الوطن في هذه الفترة الأخيرة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.